عقدت لجنة الإشراف على تنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بالرباط اجتماعا خصص لتدارس الإطار العام لاستئناف عمل اللجنة وصياغة برنامج عملها وتحين مضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بتعاون مع مجموع الفاعلين المنخرطين في المسلسل. يهدف اجتماع لجنة الإشراف على متابعة تنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان إلى إيجاد السبل والوسائل الناجعة لتفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال تحيين مضامين هذه الأرضية مع المستجدات والتطورات التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة وبالأساس مع مقتضيات الدستور 2011 ومع الأنظمة الأساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ولمختلف مؤسسات الحكامة. وهذا اللقاء سيكون مناسبة أيضا لوضع تصور جديد وبرنامج عمل جديد لعمل لجنة الإشراف يراعي وينسجم مع المستجدات في مجال حقوق الإنسان. وحددت الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وهي وثيقة تم إعدادها بشكل تشاركي بين مختلف الفاعلين المعنيين ثلاثة مستويات للتدخل تهم التربية والتكوين والتحسيس. هذا الاجتماع التي يجي في إطار الوعي بالتغيرات العميقة التي عرفها مجتمعنا بإزاء كافة مجتمعات المنطقة وكافة مجتمعات العالم. من أبرز هذه التحيينات التي ينبغي العكوف عليها في هذا الاجتماع اجتماع اللجنة هو البعد التواصلي، كيف نتواصل مع كافة أجيال المعنيين ابتداء من الطفولة ثم اليافعين ثم الشباب ثم مختلف الحقب العمرية بطريقة نابضة وتدعو للانخراط في هذه المقتضيات المتصلة بالبعد الحقوقي. وتضمن جدول أعمال الاجتماع جلستين تمحورت الأولى حول مقترح تحين الأرضية الدواعي المنهجية والمقترحات فيما همت الجلسة الثانية بناء تصور جديد لتفعيل الأرضية المواطنة.